ريالة العيد هو برنامج تم العمل عليه من قبل دائرة الثقافة والسياحة، والغرض منه استعادة وحدة من صور الماضي للعيالة التي كانت تؤدى فيها المناسبات، مناسبات مختلفة. وهذا الفن من الفنون العريقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتم إدراجه في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي الغير مادي. فبالتالي من الضروري جدا بصفة دائرة الثقافة والسياحة ترعى مثل هذه الأحداث وأن تقدم هذه الفنون للجمهور خلال العديد من المناسبات. العيد وحدة من هذه المناسبات، ويسعدنا جدا أن نحن نستعيد هذه الصورة الماضية للعيالة فيما مضى من خلال تقديمها بهذا الشكل الكبير اللي يضم العديد من المؤدين والإيقاعين في هذا المشهد الذي سيقدم في قصر الحصن، وأيضا سيقدم في قلعة الجاهلي في ثالث أيام العيد.